ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، الأولى في أموال الناس والثانية في أعراض الناس. الاستقامة على منهج الله من أسباب الثبات على الطاعة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوض في أعراض الناس، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربى الربا شتم الأعراض. لقد جعل الحبيب المصطفى الخوض في العرض من الربا، وهو أكل المال الحرام. وقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحديث إما أن نقول خيرا أو نصمت، بل جعل ذلك من الإيمان بالله واليوم الآخر. ففي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن الكلام في أعراض المسلمين بما يكرهون منكر عظيم، وهو من الغيبة المحرمة، بل من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. ولقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما عرج به مر على قوم لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.